السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi everybody, how are you doing? اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنرى فعلا جديدا في اللغة الإنجليزية وهو الفعل abate. Abate. نقول abate. The verb abate means to become less strong. والفعل abate يعني خف يخف تراجع يهدأ هدأ يهدأ بمعنى أن يصبح أقل قوة. Okay. مثلا By the weekend the storm had abated. By the weekend the storm had abated. مع حلول نهاية الأسبوع خفت حدة العاصفة بمعنى تراجعت حدتها أصبحت أقل قوة. المثال الثاني The rage didn't abate. The rage didn't abate. الغضب لم يهدأ لم تنقص حدته. The rage didn't abate. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا كثيرا من خلال هذا الدرس، وأضرب لكم موعدا آخر في درس قادم إن شاء الله، وإلى ذلك من حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.